Which resistor shown in figure has the greatest current going through it? Assume that all resistors are equal. يعني R1 نفس R2 ونفس الشيء R3 equals R4 equals R5. التيار هيطلع من هنا I من البطارية من البوزيتيف بولر يتقسم بين R1 وR2، يعني I على 2 وI على 2. لما يجي هنا المقاومة هنا أكثر يبقى يدخل هنا أكثر. ليه؟ الـ R5 نص الفرع ده اللي هو R3 زائد R4، وبالتالي هنا هيدخل تلتين I وهنا هيدخل تلت I. أو خلينا نقول هنا هيدخل أكثر من هنا، المقاومة أقل، وبالتالي الفرع ده أكثر من ده. طالما نفس التيار اللي هنا اتقسم على اتنين هنا، ده هياخد أكثر من ده، وبالتالي R5 أكثر تيار يبقى R5. وبيسألني على greatest current. Figure shows three identical bulbs in a circuit. What happens to the brightness of bulb A if you replace bulb B with a short circuit؟ يعني ايه؟ يعني هيلغي دي خالص ويوصلها بسلك كده، التيار كله هيجي هنا، مش مش هتشعر خالص بتيار، يبقى التيار هيخرج من هنا من البوزيتيف بولر اوف باتري، هيروح على السي وبعدين ينزل على السلك ده، يبقى خلاص سلك. يبقى بس عندنا C في الدائرة والA كأنها مش موجودة خالص. Bulb A gets brighter، لا dimmer، لا مفيش خالص يعني. Bulb A's brightness does not change. Bulb A goes out، صح. When the switch shown in figure is closed اللي هو ده، what will happen to the voltage across resistor R4؟ It will يا ترى increase ولا decrease؟ لو قفلت ده هيبقى في عندنا 3 resistors are in parallel، وبالتالي R 2 3 4 equivalent will decrease، وبالتالي هيكون عندنا R 1 مع R 2 3 4. الأول كان عندنا بس 3 4، يعني كان R 3 4 with R 1. دلوقتي لما هوصل السويتش R 2 هتظهر هتشتغل، يبقى 2 مع 3 مع 4، كل ما تزود parallel resistors المقاومة الإيكوفلنت تقل، وبالتالي ده قل، فصار عندنا مقاومتين، واحدة كبيرة واحدة كانت مثلا كان 10 و1 بقت 10 و2 أو 10 و3، لا مرة تانية كان 10 و3 بقى 10 و1 قلت. فمعنى كده ان الفولت هنا هيزيد والفولت هنا هيقل. هو بيسألني على ايه؟ بيسألني على الفولتج. يبقى الفولت طبعا هنا قد هنا قد هنا، يبقى الفولت هنا هيقل والفولت هنا هيزيد، يبقى الفولت يزيد وهنا الفولت يقل. هو بيسألني الفولت في R4، ما هو R4 زي R3 زي R2 يبقى will decrease. نفس السؤال هنا بيسألني على ال R1، أخبار الفولت إيه؟ طبعا الفولت في R1 هيزيد.